قولي في البداية أعرف يعني حضراتكم طبعا لكم يعني باع في هذا العالم وهذا المجال، فكرة السيارات وحضرتك صناعة المقطورات والصناعات المغذية فعايز أعرف من حضراتكم بداية رؤية عامة كده، إحنا واصلين لفين في مصر أو ما هو وضع سوق السيارات في مصر؟ أستاذ محمد. والله هو سوق السيارات سوق كويس جدا وواعد وبيجر حركة الإنتاج وبيشغل عمالة كتير جدا وبيدخل ضرائب وبيدخل جمارك وقطاع مهم جدا في الدولة وفي البلد، لكن طبعا احنا عندنا مشاكل كتير جدا في التصنيع، وهي أول مشكلة وأكبر مشكلة الفتيس والموتور. دولت كانوا يعني بيحتاجوا مسابك وبيحتاجوا تكلفة كبيرة جدا، قصاد ان لازم يكون عندك ماس برودكشن عالي عشان تقدري تغطي التكلفة بتاعت انتاج الانتاج ضخم او متعدد، بدليل ان بره بينتجوا الموتور والفتيس لممكن لخمس ست براندات تحت ماركة واحدة، يعني تحت كذا ماركة عشان يقدروا يغطوا التكلفة. فاحنا ما عندناش الامكانية دي، ما عندناش ان احنا نقدر نعمل فتيس وموتور، لكن طبعا الدنيا كلها دلوقتي بتتوجه الى السيارات الكهربائيه، فالسيارات الكهربائيه بتبقى اسهل كتير جدا، وفي المرحله الجايه هتبقى اسهل كتير جدا لينا ان احنا نقدر نجمع عربيه from A to Z. بس طبعا هيبقى عندنا لسه مشكله النو هاو بتاع البطاريات، وده المفروض برضو نشتغل عليه، لان البطاريات مهمه جدا وهي دي المستقبل والعالم كله بيتطور فيها، والمفروض ان احنا نكون من اوائل الناس اللي نشتغل عليها، لان بالطاقه الكهربائيه مع الطاقه الشمسيه المتجدده او الرياح بنقدر ان احنا نوفر كميات كبيره جدا من الوقود ومن العبء اللي على الدوله. والتلوث البيئي ده كارثه ملهاش اي حلول غير السيارات الكهربائيه. انا هتكلم مع حضرتك لاحقا بالتفصيل في موضوع السيارات الكهربائيه، لان انا عارفه انه حضرتك من الداعمين بشده لهذه الفكره وعندك درايه كبيره بالملف ده. اسمح لي بس اوجه نفس السؤال للاستاذ.